معنا فاطمة من القنيطرة واللي كتقترح علينا بسيتلات صغار بالدجاج والرز. صباح الخير للا فاطمة. صباح الخير. مرحبا بك. لاباس عليكم؟ بارك الله فيك وتبارك الله عليكم اختي. الله يبارك فيك وطول عمرك. نتمنى انك تكوني دائما معنا في الاستماع. دائما ويوميا وكنعيط يوميا. مرحبا بك لالا فاطمة وتبارك الله عليك. يعني تحت تدك الاطباق اللي كتقترحي علينا كلها دائما جديدة وكلها متنوعة. ان شاء الله. تفضلي بسيتلات صغيورين. الدجاجة ديال جوج كيلو. كيلو ديال البصلة مشلضة. جوج معالق ديال القزبر. انا معك لالا فاطمة. انا باغي نسجلو ونقيدو. جوج كيلو. واخا لالا. كيلو ديال البصلة مشلضة. جوج معالق ديال القزبر. جوج معالق كبار ديال المعدنوس. السيدة تيغسلو القزبر المعدنوس قبل باش ما يجيش فيه الماء. باش يجي الديكور زوين. إلا كانش مقطع سما فازق. معلقة كبيرة السمن. معلقة صغيرة سكينجبير. معلقة صغيرة الابزار. ربعة التويمات. جوج دمات ديال الزعفران اللي عنده الزعفران حر احسن. واحد زليفة الشامبينيون ومليحة. واحد زليفة ديال الفلفلة مقطعة يا حمراء يا صفراء يا خضراء اي نوع واللي عندها بزاف ديرهم بثلاثة. اييه. كاس زيت كبير وربعة الروز كلاصي. فرقوا السيدة بين الروز اللي كنديروا به شلاضة والروز اللي كنديروا به الصفا كلاصي داك البيض. تكون مسلوقة. ماشي تسلق بزاف شوية. وكيلو ديال الورقة. وربعة البيض جوج باش نسدو وجوج غنديرهم في الحشو. و 200 غرام الفرماج احمر يخليوها بوحديتها هي الاخر والزبيده والزيت اللي دهن. نعاود؟ انا نعاود معاك لالا فاطمه. عندنا جوج وحده من حجم كبير تقريبا جوج كيلو. كيلو ديال البصله مشلضه. جوج معالق ديال القزبر. جوج معالق كبار ديال المعدنوس. معلقه ديال السمن كبيره. معلقة صغيرة من سكينجبير من الابزار مليحة وربعة ديال الفصوص ديال الثوم. جوج ديال الدمات ديال الزعفران يمكن نعوضوه بالزعفران الحر. زليفة صغيرة ديال الشامبينيون. زليفة أيضا ديال الفلفل. إلى عندنا الفلفلة الحمراء والخضراء والصفراء وجميع الألوان ممكن نقطعوهم كاملين صغيرة نستعملوهم. ما عندناش نديرو غير الخضراء. داكشي اللي كاين في الثلاجة ياك لالا فاطمة؟ نعم حبيبة. كاس كبير ديال الزيت. ربعة ديال الرز كلاصي مسلوق غير مسلقة تقريبا او لك مازال شي شوية ما يكونش غيطيب لانه مازال غيطيب من بعد. كيلو غرام واحد ديال ورقة ديال البسطيلة. ربعة البيضات. و 200 غرام ديال الفرماج حمر محكوك نخليوها على جنب. غنحتاجو شوية ديال الزبدة وشوية الزيت باش ندهنو الورقة. تفضلي الطريقة. كنديروا الدجاج نقطعوا لربعة ولا نخليوه صحيح ماشي مشكل ونديروا العطرية وكنديروا كويس الماء غير صغير. منها نقليو به منها يطيب ما كاينش الماء. نعم. ومن بعد كنحيدو داك الدجاج نخليو البرد مزيان ما نقصوش فيه السخون. وديك المريقة كنزيدو فيها ديك الفلفلة والشامبينيون والروز. علاش ما نقصوش الدجاج وهو مازال سخون؟ باش يبقى لك طرفة زوين غلط ملي كيكون سخون كيتفرتت بزاف. كيتفرتت. كيقصح المهم تاخذي طريفات شويه صحاح. نتا كتلقى الدجاج. واخا المريقه ديالو اللي بقات غنديرو فيها الفلفله والروز والشامبينيون. ونحركو تيشرب ينشف. صافي كنحطوهم كنخلطو جميع هادشي الدجاج وهاد الشامبينيون وهادشي كاع اللي خلطنا. نعم. هذيك الطريقه البصله اللي عندنا هي اللي طيبنا بها الدجاج. الاول طبعا ملي كنحيدو الدجاج كتبقى ديك الدغميره كنرميو فيها الشامبينيون الفلفله والروز. ايه. نجيبو هو غتكون المريقه ناشفه حيت اصلا ما درناش الماء بزاف. صافي كنحطوه. الا سيدي حسيت باقي فيه الماء خصو تصفيه. ايه. دير في الشبيكه تقطع تاخد غير الحشوه. وكناخد الورقه ديال بصيله كبيره. نعم. اما كناخدو لي شيت واما ورقه كنقسموها على اربعه وحده اخرى. كنديرو الورقه الكبيره كنحطو في شي اطا ولا في زليفه ولا في طبيصي صغير. كنحطو فيه الزعلوك وداكشي صغير. اييه. كنحطو فيه الورق كندهنو وهاديك لي شيت كنحطهم في الوسط. اييه. ولا طريف من داك اللي قطعنا الورقه لاربعة. وكنحطو الحشوة في الوسط وكنقبطو كنقجر بحال غير صابر زما. نعم. وكندورو ندورو ندورو حتى كتولي كلها بليسي. وكنزيد داك الفوقاني وكنخشيو لتحت. مفهوم؟ نعم واضح. هادوك لي شوت او هادوك البقايا ديال الورقه كنديروهم باش الورقه تجينا غليظه في الوجه. لا تجيناش رقيقه.
اي حيت غنقلبوها. نعم غنقلبوها غنوليو غير وجه. لا ما كتقلبش حيت حنا غادي نقبطوا الكره من التحت غندوروها بحال غنسدوا شي قرعه غيجيو رزيمات رزيمات وداك الفوقاني اللي بقى داك الشعر طويل كنهبطوا لتحت غادي بليسي غادي كلها بليسي. باش غتلو باش غتلويها يعني غير بيدي غير بيدك اييه تتزير بحال غنصاوبوا رزمه انت غندوروا ندوروها هي تسد واضح نقبطوا نهبطوا داك الفوقاني نغلفوا بالبصله كلها وتخشى لتحت مع الزبيده وزويته صافي كنضغطوا على شويه بيدينا وكنحطها في الطاوله وكندهنها وكندخل للفرن. نعم نعم اذا كنطيبوا الدجاج مع البصله مع القزبر مع المعدنوس مع السمن مع لقمه كامله الثومه والسكنجبير والملحه والابزار والزعفران والكاس ديال الزيت وكنخليو ديك الدجاجه من بعد ما كنخلي كطيب مزيان كنحيدو ديك الدجاجه نخليوها حتى تبرد هذيك المريقه اللي بقات لنا كنضيفو عليها الفلفله الشامبينيون والرز نعم كنبقاو كنديو نجيبو في ديك الطنجره ديالنا حتى كتنشف لنا المرقه الا ما نشفتناش كنفضل اننا نسقطرو هاد الحشوه هذه نعم. بالنسبه للبيض غنرميو كلشي في الطنجره جوج البيضات في الطنجره وغنخليو جوج على جنب هي راه غتشرب نيش دوك البيضات غتشرب ومنين نديرو الحشوه فوق الورقه ندردرو شويه الفرماج المحكوك نعم وعاد نجمعو الورقه وجوج بيضات الاخرين هما باش غنسدو كتسدي بالبيض غندهنو ونسدو من تحت باش تلفق الورقه كيلا كيجي منظر زوين ديالها ومنين كتخرج من الفران كديرو بيضه في الوسط ولا كديري زيتونه ولا شويه ديال الصلصه ويعني وكتنوعي في الوسط ديال ديك الرزيمه كتكون عندها واحد الثقيبه الفوق اييه باش عارفوا السيدات كيفاش يلويوها نعم واضحه لا فاطمه كتجي زوينه اختي تبارك الله عليك نعم